أنا أعتقد أنه الأخوة بتقدم ما زالوا يناورون ويقامرون، وهم بهذه الطريقة يعتقدون أنهم يحققون إنجاز، لأنه كل التوقعات. يعني شلون يقامرون؟ يعني يحاولون أنه يعطون إيحاءات بأنهم مع أن تكون هناك اختيار لشخصية من هذه الشخصيات، مقابل ذلك تكون هناك استحقاقات لتقدم، لأن تعرف رئاسة البرلمان بها العديد من النقاط بالمواقع التنفيذية، وهذه التقسيمات اللي ممكن أن يتفق عليها الأخوة في البيت السني. لكنه الثابت للآن بأنه توجه السيد الحلبوسي ما زال يقول بأنه ألف مندلاوي ولا عيساوي واحد، من أجل أن تصل إلى نهاية هذه الدورة ويثبت الحلبوسي لجماهيره بأنه الزعيم الأوحد، والبيت السني لم يستطيع أن يقدم شخصية تخلفه في هذه المنصب.